حبايبي الغاليين، اهلا بيكم في حلقه جديده لذيذه مميزه من بيتكم، برنامجكم كل يوم اكله مع فيفيان. طبعا انتوا عارفين النهارده سفره مميزه جدا من سفر رمضان، بس بصراحه السفره دي فيها لمسه سحريه، مش سايبين حاجه غير لما حاطين فيها لمستهم، طبعا منتجات وادي فود اللي موجوده في كل بيت. طيب انا بقى معايا النهارده وصفه هي تقليديه، يعني لما اقول مكرونه بشاميل تقولي يا فيفا ما احنا بنعملها كتير قوي. لا، حشوتي النهارده حشوه غير تقليديه تماما، حشوتي النهارده حشوه مميزه قوي قوي. عايزه اقول لكم لو جربتوا مكرونه بشاميل بالحشوه دي انتوا يعني هتحطوها ضمن خططكم دايما. انتوا عارفين مكرونه بشاميل دي يعني مهمه جدا وحاجه بنعتمد عليها في اي عزومه، في اي سفره حلوه لازم نقول مكرونه بشاميل. وايه جنبها؟ مكرونه بشاميل بتاعتي الحمد لله اثبتت نفسها من سنين انها مميزه جدا وجوسي كده وكل حاجه فيها مخدومه. طيب انا النهارده ايه الحشوه المميزه اللي هحطها في المكرونه بشاميل بتاعتنا؟ هي الكبد والقوانص. ايوه ما تستغربوش يا جماعه، دي بتطلع وهميه بجد. عايزه اقول لكم هعتمد فيها على طبعا الكبد والقوانص من وادي فود. طبعا وادي فود زي ما قلنا ان هي عندها كل انواع القطع والاجزاء للفريخ. طيب تعالوا بقى نشوف الاول هنعمل ازاي مكرونه البشاميل بالكبد والقوانص، ونتكلم بعد كده على الطريقه. اول حاجه عندي هنا عشان الوقت كيس مكرونه قلم سلقته. طبعا احنا عارفين بنسلق الفراخ، سوري بنسلق المكرونه من 8 ل 10 دقائق. طب انا هعمل مكرونه بشاميل يبقى هي 8 دقائق بس. طيب وبعدين عندي هنا بقى كيس كبد قوانص من ويدي فود، وبعدين بصله كبيره مفرومه ناعم، اربع قرون فلفل رومي برده مفرومين، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، سبع بهارات، وعندي حبهان مطحون وجوزة الطيب وكاري، وطبعا زيت زيتون من ويدي فود. هنعمل البشاميل. انا عايز البشاميل غني منغنغ كده. هستخدم ايه؟ هستخدم 6 معالق كبيره من الدقيق، وطبعا هحط زبده وزيت زيتون. عايزه بقى 6 كوبايات لبن، ما احنا مستخدمين 6 معالق كبيره دقيق، اذا قدامها على طول 6 كوبايات لبن. طيب عايزه بقى 3 معالق جبنه كريمي، وكمان عايزه 1 كوبايه من الجبنه الموتزاريلا، وعايزه كمان رشه جوزة الطيب. خلاص تمام كده، تمام كده. طيب احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا بالكبد والقوانص اللي احنا هنستخدمها من وادي فود. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان هنعمل هنا تتبيله مميزه عندي هنا الكبد والقوانص. طيب انا ليه بحب اي منتجات وادي فود بصراحه يعني، وليه بحب قوي الفراخ بتاعه وادي فود؟ ليه بقى؟ هقول لكم ليه. واحنا كده شغالين انا هفتح الكيس معاكم واحط على طول هنا عندي في الطاسه، اذا انا مش محتاجه ان انا اغسلها. طب ليه يعني؟ علشان بقول منتجات وادي فود ليه الفراخ وكل حاجه بتطلع من الفراخ هي بتعتمد على التربيه السليمه للدواجن. يعني ايه؟ بصوا بصوا الكبده نازله عامله ازاي، يعني من اول المرعى. لا استنوا، ده من اول اختيار السلاله بتاعت الكتاكيت. انتوا متخيلين رقم 1 كده بيختاروا سلالات مميزه من الكتاكيت علشان هي اللي هتبقى الفراخ. طيب يعملوا لها ايه بقى؟ يعملوا لها بيئه مناسبه بعيده عن التلوث، مهم جدا، وياكلوها اعلاف نباتيه. طب ليه اعلاف نباتيه؟ لانها الاعلاف النباتيه بتاثر جدا على جوده اللحم، بتاثر جدا جدا على طعمه وكمان الريحه. فعايز اقول لكم ان وادي فود بتهتم من اول ما يبقى كتكوت لحد ما توصلها لينا هنا في ايدينا، ما بحتاجش ان انا اغسل اي حاجه من عندهم. طعمها حلو جدا، قليله الدهون، ما فيهاش ابدا ابدا مضادات حيويه ولا فيها بقى عندي هنا هرمونات، حتى هرمونات هتلاقوها اقل، صحيه جدا جدا جدا. طيب عندي هنا الكبد والقوانص هعمل ايه؟ بصوا هديها تقطيعه كده حلوه اهي. بصوا الكبده عندي ما فيهاش نقطه دهن، شايفين ما بتتغسلش، ريحتها حلوه، مستحيل تشموا ريحه
ابدا لمنتجات وادي فود للفراخ خالص، كل اجزائها من الفرخه الكامله لحد الكبد والقوانص. ونقول الو يا ست ام طارق، وحشتيني. الو الو يا عم حسين، كل سنه وانت طيب. ايه يا جماعه، مش عايزين تكلموني ولا ايه؟ المكالمات بتروح فين؟ طيب انا بص بقى، بقطع كده الكبد والقوانص عندي هنا، ما بحطش اي حاجه في الطاسه عندي قبل الكبد والقوانص، غير عندي هنا بعد ما سخنت الطاسه احط بقى زيت الزيتون والزبده. طب تقولوا لي ازاي ده زيت الزيتون ما بيتحطش على النار؟ مفيش كده، زيت الزيتون بتاع وادي فود بكر ممتاز، معصور على البارد، احطه وانا مطمنه. ولكن انا سخنت الطاسه الاول وبعدين حطيت الزيت، ما بسيبهوش، انا مش بقلي فيه، مهم جدا. لا انا بعمل ايه، انا بسخن الطاسه واحط الزيت فهو خلاص بيكون سخن معي. طيب هحط حاجه قبل الكبد والقوانص والقلوب؟ لا، هحط على طول عندي هنا، اسمع الصوت ده، هتصدقوني ان شاء الله هتصدقوني. عايزه اقول لكم مجرد بس كده ما تحطوا الكبده والقوانص في شويه الزيت والزبده هتلاقوا فيه ريحه طالعه حلوه اهي، من غير غسيل ومن غير نقع ولا محلول ولا طحينه ولا اي حاجه، حاجه كده يا جماعه بجد. عارفين من المرعى لايدينا، بيبقوا واخدين بالهم جدا ومراعيين ان مفيش ايد تلمسها ابدا، كلها حاجات مميكنه. طيب هرش ايه بقى على الكبد بتاعتي والقوانص؟ طبعا رشه الملح، رشه الفلفل الاسود، رشه البابريكا، الله، رشه الحبهان، ورشه جوز الطيب. طيب هعمل ايه؟ هسيبها كده لحد ما لونها يغير تماما. طيب لحد ما لونها يغير هنعمل ايه؟ طبعا هنستعد ان احنا نعمل البشاميل بتاعنا. طيب البشاميل بتاعي سهل وبسيط وبصراحه غني جدا. ليه بقى؟ لان انا بحب قوي استخدم، اولا بحب احط ايه يعني، يا اما جبنه كريمي للامانه يا اما قشطه، يعني ما ينفعش اعمل بشاميل من غير الاثنين دول. اما بقى كريمه الطهي والطبخ والحاجات دي بصراحه انا بشوفها مكلفه، ما انا ما بجيبهاش في بيتي. طيب البشاميل عندي علشان اعمله حلو وغني محتاجه ان انا يا اما اعمله بطريقه ان انا احط الاول زبده وزيت وبعدين نحط بقى الدقيق ونقلب ونحط اللبن يا اما نعمله بالعكس ويبقى صحي وغني برضو. اللي هو ازاي؟ اللي هو تعالي اقول لك هعمل ايه. احط اللبن على البارد واحط فيه الدقيق على البارد واحط فيه كمان مكعبين الزبده التلاته يعني، ويحط طبعا فيه شويه زيت زيتون. كده هيبقى صحي اكتر، كده مش هيبقى تقيل. وعايزه اقول لك تقدري كمان تستخدمي اللبن، يعني ممكن تلات ارباع عندي هنا لبن والربع ميه. وهبدا اقلب بقى واتبل بيه جوز الطيب ورشه الحبهان وبرده الملح والفلفل الاسود. عايزه اقول لكم في ناس ممكن تشوف البشاميل والمكرونه البشاميل دي صعبه، بصراحه انا بشوفها يعني اكله سهله جدا. طيب انا هنا علقت خلاص وحطيت البشاميل بتاعي، وكمان جهزت اهو الايه الكبد والقوانص، اقلبها بقى. بصوا بقى ريحتها خطيره خطيره، ما بقلبهاش غير لما تاخد لون كده علشان ما تتهريش معايا، ولو ان عادي جدا انها تتهري لان دي حشوه تبقى زي اللحمه المفرومه، لكن لا انا عايزاها برده ما تتهريش قوي، انا عايزه كده تبقى الواحده بوحدتها. طيب هدي هنا كمان تقليبه بقى ايزي فيه كده على طول،
البشاميل طالما حطيته على نار بتقيل. طب انت اللي عملتيه بالطريقه دي يا بيبا بيكون اخف ودهونه بتبقى اخف. ليه؟ لان انا لو عملته بالطريقه التقليديه هحط مش اقل من 6 معالق طبعا عندي هنا ايه زبده على زيت، وبعدين احط 6 معالق دقيق، وبعدين احط اللبن كده انا حطيت دهون اقل، هما مكعبين زبده وشويه زيت زيتون، وتبلتهم ملح وفلفل اسود. طيب امتى تيجي خطوه ان انا احط الجبنه الكريمي؟ لازم اول ما البشاميل عندي يبدا فيه البقبقه ابدا احط على طول الجبنه الكريمي. قبل كده النتيجه مش هتكون مرضيه. ليه؟ قبل كده النتيجه عندنا هنا الجبنه هتسيح وممكن تطلع كمان الدهون اللي موجوده فيها ومش هتدي نتيجه حلوه خالص. حتى كمان ميكس الجبن عندي هنا بحطها برضو اول ما البشاميل يستوي. طيب انا كده جهزت عندي هنا الكبد والقوانص. قبل ما نروح لفاصل تعالوا نحط البصله. طبعا قلنا الاول الكبد والقوانص تنزل والتومه، ونسيبها بقى حبايبي كده تتقلب وتاخد وتدي مع بعضها، والبشاميل يتقل معانا. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا المميزه، وكل سنه وكلنا طيبين. استنونا. ثانية واحدة كده برش على العيش بتاعي رشة زيت زيتون، وهرش عليه رشة ملح كده ورشة بابريكا. ها ده استعدادا للوصفة الجاية هقولها لكم حالا. ونشغل الميكرويف، انا عايزاه بس ايه يتحمص من غير ما يكون واخد لون. يلا بس كده تمام اشتغل. طيب بصوا بقى انا عندي هنا البشاميل عمل ازاي، ربط معايا جدا فرفعته من على النار لحد ما انتوا تيجوا. بصوا عامل ازاي. هبدا بقى دلوقتي احط 3 معالق جبنه كريمي المهمين جدا علشان يخلي البشاميل بتاعي كريمي كده وغني. وبجد اي حد ياكل عندك البشاميل او اي مكرونه او اي حاجه فيها بشاميل يقول لا البشاميل ده متكلف. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص كده البشاميل اللي جهز معايا، ولا كلكعه بقى ولا اي حاجه، ولا تقعدي تربطي وتفكي. هو بصي طول ما انت ايدك فيه على طول اهو ومتحيق وطعمه خطير. طيب تعالوا بقى عندي هنا الكبد والقوانص، انا هحط عليها زي ما قلت لكم فلفل رومي اهي. هشيلها دي بس عشان خلاص ما تتقلش معايا اكتر من كده. الفلفل الرومي هنا بقى يا جماعه مش عايزه اقول لكم قد ايه بيكون حلو قوي. طبعا لو عايزين الله ريحه ريحه طالعه. نعم حاضر. الريحه خطيره طالعه تحفه من شويه الكبد والقوانص وتتبيله كده بسيطه. بس الرق على ايه الكبد والقوانص؟ الرق على ريحتهم ان هم يعني نضاف من غير ما اغسلهم. طيب هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هجيب بوله ماشي و احط فيها المكرونه اهي. مكرونه سلقناها لمده 8 دقائق وبعد كده هحط عليها بقى ايه بشاميل مهم قوي. بس كده 3 معالق حلوين بشاميل وهديهم تقليبه اهي. خلاص ده كيس 400 جرام اهو. بس كده حلوه قوي. انا غلفتها بالبشاميل بتاعي صح. اروح بقى جايبه ايه؟ جايبه الطاجن بتاعي اللي هيدخل الفرن اللي هعمل فيه المكرونه. وقبل اي حاجه لازم احط هنا كمان بشاميل كده. ليه بقى؟ على فكره حتى لو كانت غير لاصقه. ليه؟ درجه حراره الفرن هتلاقوها لازم عندي هنا
تلزق ايه المكرونه. اعملوا الخطوه دي هتلاقوا ان انتوا بتاخدوا خرطه المكرونه زي ما حطيتوها، ما فيهاش اي هادر، بس كده ريحه خطيره خطيره. وبعدين هعمل ايه؟ هجيب بقى اهو حبه مكرونه واحطها بس كده. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه اكتر مكرونه. احنا معلش مكالمات، صحيح الدنيا تمام ولا لسه؟ ايوه المكالمات اشتغلت ولا لسه؟ طيب احنا عندنا بس مشكله في المكالمات، فحقكم علينا النهارده، كان نفسي اسمع صوتكم. طيب بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي بعد ما حطيت المكرونه اللي متغلفه بالبشاميل. هحط عليها بقى الحشوه بتاعتها الخطيره اهي. الله ايه الريحه الحلوه دي يا جماعه، لازم تجربوها لازم تجربوها، تحفه اهو. الكيس ده 400 جرام، معلش هنا في بهاريز ما تتفوتش. بتاعه دي تقيله جدا بس في ديكو. لازم ننزل كل حاجه، وبعدين ناخد بقى ايه عندنا هنا الجزء المكرونه التاني. بس كده ونفرد. عايز اقول لكم في ناس بتقلب كل ده على بعضه وتحط ايه اخر حاجه البشاميل. طبعا دي طريقه، بس انا بصراحه بحب قوي اشوف الحشوه في المنتصف كده، يعني بحس ان هي دي ثوابت بقى. تعالوا بقى نشيل كل ده ونبدا هنا بقى ننزل ايه البشاميل بتاعي. الله بصوا غني كريمي ويجنن، يقعد كده فوق الايه المكرونايه ما يتزحلقش، مش خفيف ولا تقيل اهو. انتوا عارفين انا عندي كل حاجه مستويه، يعني انا كل اللي محتاجاه من الصينيه دي انها تدخل تمتزج كده مع بعضها، والجبنه عندي من فوق تسيح واقول لها شكرا اهي. بس كده شايفين عامله مغطيه، لازم المكرونه بتاعتي تكون متغطيه بالبشاميل، ما ينفعش تكون مكشوفه ابدا. طب ليه ما ينفعش تطلع ناشفه؟ مكرونه بشاميل يا جماعه يعني لازم تكون سايحه. ده انا كده يعني. حطيت هنا شويه موتزاريلا وشويه شيدر. طبعا هتاخد وتديها لون وتسيح معاها وتفرجوا على الحلاوه اهي. هحط عليها بقى بصوا كده ولا كانها شجره، يعني هوزع عليها كده زعتر مش هفتفته، لا هحطه كده عليها من فوق. ماشي اهي الله كانها بصوا لوحه. طيب هرش كمان رشه بابريكا كلون بس كده، وتعالوا بقى ندخلها الفرن ونروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. استنونا.